سنة العرب. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا برنامج كفاءات الإمارات، وكما عودناكم مشاهدينا في كل حلقة أن نقدم لكم من هو متميز وناجح في مجال عمله. معنا اليوم أستاذة خديجة الهلالي، صاحبة ومديرة محل رياض القفطان الأزياء المغربية. أهلا بحضرتك أستاذة خديجة. هلا وسهلا حبيبتي. هلا وسهلا أستاذة خديجة. في البداية يعني نود أن نعرف الجمهور من هي خديجة وكيف كانت بداياتك ونشأتك. السلام عليكم. أول شيء أشكركم على هالمبادرة القيمة في مقابلة كفاءات الإمارات. أنا خديجة الهلالي، مغربية الجنسية، حاصلة على درجة الماجستير في العلوم المالية والإدارية بالمغرب من جامعة الحسن الثاني. ما شاء الله. يعني أستاذة خديجة، مجال دراستك يختلف تماما عن مجال عملك أو المحل اللي نحن متواجدين فيه الآن. حدثينا عن فكرة المحل وكيف قبل فكرة المحل، كيف كانت تحولك من المغرب إلى الإمارات وسبب اختيارك للإمارات دون عن دول أخرى؟ هو مجال دراستي ليس بالبعيد عن المجال، فمجال دراستي كان يدور حول الاستثمار وإدارة المال والأعمال في المغرب، فكان هذا يعني حفزني على يعني التفكير في العديد من المشاريع. والحمد لله من يوم جيت للإمارات يعني حصلت هذه الدولة فيها مجال خصب للاستثمار فيها، فحاولت أن أترجم ما درسته في المغرب فيها الأرض الطيبة. ففي البداية كان عندي مكتب تخليص معاملات، وبعده سويت شركة ديكور يعني للجبس المغربي، وبعد ذلك فكرت في الخياطة المغربية باعتبار أن المرأة العربية والإماراتية بصفة خاصة لها اهتمام كبير بمجال القفطان المغربي الذي يعني صار الحين ينافس أكبر دور الأزياء العالمية في العالم. صحيح. يعني لو تحدثنا، انتقلتي من المغرب إلى الإمارات، لماذا اخترتي دولة الإمارات دون عن الدول الأخرى؟ أهم الأسباب بخصوص دولة الإمارات، أول شيء هي دولة عربية، ثاني شيء لها علاقات وارتباطات مهمة ما بينها وبين المغرب، فهناك العديد من الاتفاقيات التجارية ما بينها وبين المغرب. هذا بالإضافة إلى أننا نحس هالدولة فيها أمن وأمان بشكل كبير يحفزنا على الاستثمار فيها. صحيح. طيب ست خديجة، نتحدث عن محل رياض القفطان، كيف تم تأسيسه وما هي الصعوبات التي واجهتكم في البداية؟ تم التأسيس تقريبا يعني أنا اشتغلت في مجال التجارة من 16 سنة مدة إقامتي بالدولة، بس المشروع رياض القفطان أسسته تقريبا من سنة تقريبا. والحمد لله يعني كبداية لأي مشروع لابد من الصعوبات، خاصة أنه الافتتاح جاء يتزامن مع الكوفيد، مع جائحة كورونا، مما جعلنا يعني في تحديات كبيرة، وهنا تكمن الصعوبة. بس الحمد لله الدولة عملت على توفير العديد من المنظومات والقوانين التي ساعدتنا نحن كمستثمرين لتجاوزها، وإن شاء الله راح نتجاوزها في المستقبل إن شاء الله. ست خديجة، ما شاء الله يعني من خلال تواجدنا في محلكم في الكثير من القفاطين المغربية والستايلات المختلفة، حدثيني عن فريق العمل وكيفية اختيارك لهذا الطاقم. حبيبتي، أنا من يوم يعني اللي فكرت فيه في هالمشروع سويت له دراسة جدوى. دراسة جدوى تقوم على أساس الكادر البشري، فأهم الأشياء يعني لنجاح أي مشروع تجاري أهم شيء الكوادر البشرية. وكما هو معلوم يعني المغرب معروف بالصناع والحرفيين، و يعني عملت على اختيار مجموعة من الحرفيين والمصممين المغاربة يعني الذين يحاولون من خلالهم يعني كأنهم جسر تواصل ما بينهم وبين دول المغرب العربي أو المغرب بصفة خاصة لدول الخليج ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفة خاصة. طيب إن شاء الله. يعني أستاذة خديجة، ما هي أهم الخدمات أو ما هو يعني أكيد هذا المجال أيضا فيه الكثير من المنافسين، لو تحدثنا عن محل رياض القفطان، ما الذي يميز محلكم عن باقي المحلات والخدمات التي تقدمها؟ صحيح، الحين صار القفطان المغربي له منافسين وتوجه له العديد من الجنسيات الثانية التي حاولت تحريف القفطان المغربي. فبافتتاحي أنا لهذا المشروع حاولت أن أحافظ على ميزة القفطان والتقشيطة المغربية، الزي التقليدي المغربي يعني اللي معروف عليه قرون، يعني مش وليد اليوم، هو يعني لديه قرون تراث تقليدي. فاحنا اليوم نحاول إبراز القفطان والتقشيطة المغربية في أبهى حلتها وخياطتها وحياكتها بتطريز يدوي مغربي أصيل، وترصيعه بأحجار
ونوع أقمشة يعني فاخرة، يعني مش يعني نحاول لا نزيف القفطان المغربي، حتى أنه المغاربة يعني الأصليين يوم يشوفوا القفطان أو التقشيطة صار فيها تزييف أو تحريف يزعلون، يعني تصير شوية يعني لازم هو الإنسان لازم يدخل الجديد، نحاول نحافظ على الأصالة والمعاصرة في نفس الوقت. ما شاء الله ست خديجة، يعني وحضرتك ست مثقفة ومتعلمة كتير، الله يسلمك، وأيضا سيدة أعمال الله يسلمك نفتخر بها جميعا. الله يسلمك. لو تحدثنا عن خطتك المستقبلية لهذا المشروع بعد 5 سنوات من الآن، يعني هل تفكرين في فتح فروع أخرى وفتح براند خاص بحضرتك؟ نتمنى إن شاء الله فتح فروع تانية في الإمارات، في مختلف الإمارات التانية، الفجيرة، دبي، رأس الخيمة، مع أنه في زبائن الحمد لله يعني نفتخر بهم كزبائن هني في أبو ظبي، يعني صراحة عجبهم المحل وصاروا يطلبون يعني مثلا افتتاح فروع تانية في إمارات تانية، وإن شاء الله يا رب إن شاء الله نتمنى يكون خير في المستقبل. ما شاء الله. خديجة، يعني وحضرتك سيدة أعمال داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تعلمين أن الجميع ينعم في هذه الدولة بنعمة الأمن والأمان والاستقرار لما يوفره شيوخنا وحكامنا في هذه الدولة من هذه النعم. لو أردت أن تتوجهي برسالة شكر وعرفان لشيوخ وحكام هذه الدولة، ماذا تود أن تقول؟ بخصوص الأمن والأمان، هذا معيار أساسي لتقدم أي دولة. خاصة ولله الحمد يعني دولة الإمارات العربية المتحدة احتلت المصاف الأولى بخصوص الأمن والأمان، وهذا بشهادة واعتراف العديد من المنظمات الدولية والناس الزوار والسياح، ونحن كمقيمين لفترة طويلة نشهد لهم بذلك. وهذا إن رجع لشيء فإنما يرجع للمجهودات الجبارة التي يقومون بها حكام وشيوخ الإمارات، وعلى رأسهم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ولمسنا ذلك خلال فترة الكوفيد، حيث أنه قال جملة مفيدة: لا تشلون هم. فهالجملة هذه كانت معيار كبير وأساسي أثر في جميع فئات المجتمع، سواء منهم المستثمرين أو الفئات العادية، مما يجعل المستثمر فيها يعني في عندما يجد الجو الملائم يعني على طول يستثمر أمواله بدون أي تخوف، وهذا كله راجع للقيادة الرشيدة لحكام وشيوخ الإمارات. سيد خديجة، ما شاء الله، يعني من خلال حديثي مع حضرتك تنوعتي في عدد من الأعمال، وكان هذا المحل يعني المحطة الأخيرة. أكيد على مدار مشوارك ومشوار نجاحك أكيد هناك شخص داعم وساند لك أو أشخاص، يعني حدثينا من هذا الشخص الذي تركنين له العرفان بالجميل، ولو أردت أن توجهي له رسالة شكر. هو أتقدم بالشكر الجزيل لكل واحد ساعدني في هذه الدولة على القيام بمجموعة من المشاريع التي مريت فيها أو ساعدني حتى ولو بفكرة، يعني ولله الحمد المواطنين الإماراتيين من أطيب الناس، يعني ما حصلنا معاهم مشاكل سواء في الحصول على الوثائق أو في الحصول على أي مساعدة، لا يبخلون عليك بذلك ولله الحمد. وأتوجه بالشكر الجزيل لوطني الأم اللي هو المغرب، ولجلالة الملك محمد السادس، والأهلي والوالدة الله يرحمه، ولوالدتي والجميع أهلي. ست خديجة، يعني في نهاية لقائنا نحن نتوجه أيضا بالشكر لكل من ذكرتي، تشرفنا بوجود حضرتك معنا في برنامج كفاءات الإمارات، ونتمنى لك المزيد من النجاح. الله يسلمك حبيبتي. شكرا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، انتظرونا الأسبوع القادم وحلقة جديدة وكفاءة جديدة أيضا من كفاءات الإمارات. دمتم سالمين.
Thank you.